يستهزئ ويضع في شريط الأنباء بعض القنوات أن الملائكة تغسل مثلا، يعني نوع من الاستهزاء بالرؤية التي أخبر عنها بعض الناس. يا شيخ عبد الله، هذه مسألة عادية أيضا. هو النبي صلى الله عليه وسلم استهزئ به ولا لا؟ استهزئ به، نعم استهزئ به، واستهزئ بصحابته، وشتموا وخنق أبو بكر يعني أفضل الأمة بعد رسولها، وقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي بن أبي طالب. يعني سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء القوم لا ند لهم في الأمة، مع ذلك قتلوا. وأما الاستهزاء فقد استهزئ بالأنبياء بصورة عامة، صحيح. وقد ذكر القرآن في كثير من الآيات على أن الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم استهزئ بهم، فالاستهزاء ما فيش مشكل. نعم شيخ خاصر عليه صاحبه، وهذا نتيجة للجهل كله. القضية منصبة كلها على الجهل، فالجاهل ليس عنده مشكلة في الاستهزاء بغيره حتى في الأمور الدنيوية الأخرى. نعم نعم.